الختياري بيقولوا اربط بكير وحل بكير، وانا الحمد لله بطلع الفجر بربط بكير على شغلي. إلي حوالي 30 سنة بالمهنة هاي. الشغل الصناعة الرئيسية يعني زلمة صناعي، يعني زلمة عامل مياومة. هاي شغلة موسمية، هاي مش إنها شغلة دائمة، يعني شغلة موسمية شهر بالسنة بتيجي. بالأيام هاي الشغل خفيف بالسوق، العمال والصناعية كثار وشغل ما فيش، يعني بنضطر إن بناخذ صبر زي هيك عشان الواحد يترزق منه. وبأيام الحم بكون الشوك زي القبر، ما بتتحمل دكته، بلبس جوزين كفوف فوق بعضهم وبحط عليهم اللزاق عشان الشوك ما يفوت على ايدي من جوا. يعني شغلة تعبة، شغلة مش سهلة، كثير بتصيبني إصابات، خاصة ضربة الشوكة بالعين يعني بتعطلك. كانت جحفية أصلا يسموها أم الزهور على ما أعتقد، قد ما كان فيها شجر وقد ما كان فيها صبر وقد ما كان فيها لوزيات، كان في نكهة كانت تطلع على الصبر. كانت الناس كلياتها بالحواكير تلاقي الصبر، وكانت تلاقي ريحة الصبر مثل ريحة المسك، ريحة الأرض مع الندى. الصبر ريحته زاكي الصبح. طبعا بستخدم الصنارة. الصنارة هي عبارة عن حديدة اسطوانية وملحومة، وبنحط فيها عن عصا طويلة مشان نطول الصبر فيها. طبعا الصبر بلقطه وبفرده على الأرض، بننظفه من الشوك، والحب المضروبة بنرميها بنقيمها. تعاملوا مع الصبر، انا بقشر صبر تكشير، ببيع للناس يعني صبر مقشر للزباين تبعيني. باخذه معي على البيت، بحطه بالمي بنظفه من الشوك مليح ومن التراب ومن الغبره، بنشوه بنخليه 10-15 دقيقه تا تنشف عنه المي، بنبلش نقشره وبنحط بالحافظات بصحون ونغلفه بالطريقه هاي.